Today we have the final exam. الفاينال اكزام. سمعت شي صوت ماشي تنهيه؟ هذا الصوت ديال الحيوانات. غادي نتخبى هنا. صباح النور. Good morning. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. هادي شي 7-8 ديال الصباح. غنمشيو ندير واحد الرحله صغيره للجبال. هاد الجبال هادو هادشي يبانو لكم هنا. هاد الجبل هذا نحاول نمشيو ان شاء الله نوصلوا ليه ولا نقربوا ليه، واخا تيقولوا بلي كاينين الذئاب تمايا ولا كاين يعني حيوانات خطيره شويه. كنمشيو ان شاء الله تما وندوزو نهار زوين ونديروا الغدا ديالنا تما. ما نطولش عليكم. ليتس جو. المنطقة الجبلية اخوتي كتبعد على اكادير المدينة، كتبعد بواحد 10 كيلومتر حتى 12، وعرفات واحد الجفاف كبير في هاد السنين الاخيرة. ولكن هاد العام الحمد لله كاين الخير، كاين الخير. هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني الربيع بدا كينوض الحمد لله، داكشي اللي بغينا. حتى ارغان كان ارغان، شجر ديال ارغان هاد الدغموس حتى هو كان بدا كيكرم، كلشي بدا كيكرم. انا نوريكم، ولكن هاد العام الحمد لله غادي يكون خير. انتما شفتوا كيكرم. واخيرا قربنا نوصلوا للجبل. ها هو اخوتي هذا، ما عرفتش غنقدر نطلع عليه ولا لا، الحلم لله. المهم غادي نحاولوا، واخا تيقولوا اللور ديالو كاينين الدياب وكاين داك الحيوانات شويه اللي خطيره. غادي نحاولوا. انتما اخوتي كما كتشوفوا المنطقه هي هذه، الناس فين ساكنين شتيهم؟ راه هما بعض الدواوير. غادي نحاولوا، الشميشه طالعه. ليتس جو. حنا دابا راه تقريبا في البديه ديال الجبل. ها هو غادي نقلب غير على شي بلاصه هنايا اللي ندير فيها سميتو ديالي، اللي غادي نطيب فيها الغداء والفطور. باقي كاع ما فطرش، باقي جيعان. و ان شاء الله غادي نبريباري المسائل ديالي كامله. لقيت واحد البلاصه هنايا زوينه، واحد التيران كنا كنلعبو فيه ملي كنا صغار. هنايا شحال لعبنا ديال الماتشات هنايا، شحال ديال التورنوات كنا كنلعبو.
ما بين الطاجين والطريق وداكشي، بريباري الطاجين، شعلت العافيه الفطور وكلشي، خداو ليا تقريبا واحد ساعتين ونص ديال المكانه هادشي هذا كامل. داكشي علاش مزيان الانسان يجي بكري شويه، دابا شي 11 ديال النهار دابا. ما بعد ما ردينا الطاجين وفطرنا وعمرنا اتاي وشعلنا العافيه ودرنا المهم داكشي كامل، دابا تيطيب الله يحفظ السلامه على التحرق. دابا غادي جات وقت المغامره، غادي نطلعوا لهذا الجبل هذا اللي فيه الحيوانات، من هذيك الجهه حيوانات خطيره شويه. المهم ليتس جو. ربع ساعه دابا وانا كنتمشى وباقي تيبان لي نفس العبار تيبان لي قريب، ولكن هو راه يعني كاينه الطريق شويه. اخيرا قربنا الاخوان، قربنا بزاف، وحشتينا بزاف. غير نفوت هاد الحجره، راه هو الطاجين تحت هاد الحجره، تحت هاد الشجره هادي كيطيب. ها البحر، الجبل، ونوصلو للجبل. احنا وصلنا الخوت، يلا وصلت دابا كنسمع شي اصوات غير الله يحضر السلامه وصافي. نهار عظيم هاد الجبال اليوم. هانتوما خوتي شاتشي، يا ربي السلامه، يا ربي السلامه. عندنا مصرش هاد البلايص هادو، راه كانوا ساكنين فيهم الامازيغ بكري بزاف. هادي راه مطفيه، واش ديال الكنز ولا ديال كانوا خاسنين فيها شي حاجه. مع الشتاء وداكشي تردمات. على ما اعتقد اخوتي هاد القمه، هاد القمه ديال هاد الجبل غتكون هي ثاني قمه في اكادير ولا الاولى على ما اعتقد، حيت تبارك الله كتبين لك كلشي. هادي راه هاد الفيلا سميتو اورير، لهيه من ورا هاد الجبل كاينه تغازوت، ومن هنا كاينه المدينه، كاينه اكادير، اكادير سيتي. سمع شي اصوات اخوت، ما عرفناش هاد الاصوات واش ديال الكلاب ولا ديال الدياب، هاشي مشكل. حنا المغامرة حنا غاديين فيها ليلي عليا، صحاب الكنوز هادو ولا شي حاجة معرفتش، دوك اللي كيحفرو الكنوزة. شوف هاد الحفرة محفورة في هاد الخلا والقفار، يعني ضروري واحد مدينة تحت الأرض. بسم الله عندنا الشطر، هاشي واحد عندنا الشطر، هاشي. هانتوما خوتي غارقة لداخل، بحال دوك البلايص اللي كيخزنوا فيهم الكنز بكري. كذلك اخوتي واحد الحفره اخرى لقيت دابا، انا ما لقيتش، لقيت واحد 10 ديال الحفرات هنايا كلهم ديال الكنوز. ورطه ورطه وحلت فيها اخوتي، ورطه مشكله هذه. ملي غنهرب كنهرب من هنا كنسمع الاصوات، كنهرب من هنا كنسمع الاصوات. ملي غادي نهرب ما عرفتش، ها واحد الغار عاوتاني كيسكنوا فيه الذئاب، كلاب متوحشه. جيت هاد البلاصة تخبيت، الذئاب، الكلاب متوحشة، شي أصوات غريبة في هاد البلاصة هادي، واقيلا الجنون، واقيلا الله أعلم. هاد البلاصة فيها الكنوز، واش كيتخايل ليا واش هنايا دوك المسلمين ديال هاد البلاصة، ولا فعلا كاينين الكلاب والذئاب، العلم لله. حيت هاد البلاصة عامرة بالحفاري ديال كيجيو هنا دوك الفقهاء كيحفرو. سمعتو الصوت؟ خيرا لقيت واحد المخرج غادي نهرب منو، لقيت واحد البلاصه نهربو اخوتي. نمشيو بحالنا، اش دانا شي جبل، اش دانا شي ذئاب ولا ذئاب، ماشي سيمشي حتى لي. نتلاقاو لتحت اخوتي، غادي نسد دابا الفيديو، نتلاقاو لتحت. واخيرا اخوتي تهنينا من داك الجبل. داك الجبل صعيب بزاف صراحه، صعيب الانسان يمشي ليه بوحدو بلا سلاح، ماشي ساهل. نطلعو على الطاجين ديالنا واش طاب ولا مازال. مرحبا بك.
بكم اجي تغداو معايا. دابا هادي شي جوج ديال النهار دابا. الطاجين هذا من الجوج من شي 11 هو كيطيب دابا الجوج شي 3 السوايع هو كيطيب. كنت بغيت نجيب هذاك ديال الفخار ولكن ديال الفخار صراحه فايت تهرس ليا. الا تهرس لك هكا في الغابه ولا شي بلاصه ما كتلقاش كيفاش ديبانيه ما فهمتي. كيتهرسوا بزاف صراحه ديال الفخار. اضطريت انني نجيب هذا باش نبقى هاني يعني لا يعاود يتهرس ليا ولا شي حاجه. وجبت الخضره زايده بحسابكم. وقعوا لي بزاف الحوايج في هذا الجبل هذا بوحدي. الحمد لله دازت الامور مزيانه. كنتمنى لكم فرجه تكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف. ما تنساوش دعمونا بلايك ابوني. غادي نكملوا الفيديو ديالنا ان شاء الله. ختامها طاجين. ختامه طاجين. شكرا لكم بزاف على المشاهده. شكرا لكم على لي كومونتير لي جيم ديالكم.